وللمزيد من المتابعة حول الحكومة الجديدة ينضم إلينا هاتفيا الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد أنيس. أستاذ محمد، ساعات قليلة تفصلنا عن حلف اليمين للوزارة الجديدة، ماذا ينتظر من أولويات لهذه الوزارة وفق اهتمامات وأهداف المواطن المصري؟ مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين الكرام. الحقيقة طبعا يعني احنا في الفترة الماضية يمكن كان في تأثيرات خارجية كثيرة جدا أثرت على النشاط الاقتصادي ونمط الأداء في الثلاثة أعوام الماضية، وبالتالي ده محمل الحكومة الجديدة بمجموعة من التبعات ومجموعة من الأعباء. ولكن أنا يهمني إن احنا نركز على الأمور الاستراتيجية الكلية، فأنا هحاول إن أنا أختصر الأمر في ثلاث أهداف رئيسية أو ثلاث يعني معايير للقيادة. واحد هو ان تكون الحكومه هدفها الاستراتيجي الاقتصادي الاساسي هو خمس كلمات: استثمار اجنبي مباشر مستهدف التصدير، يعني اجتذاب استثمار اجنبي مباشر مستهدف التصدير. وانا لما بتكلم بحاول ان انا اكون دقيق في النقطه دي، بمعنى ان انا ما بتكلمش على الاستثمارات الخارجيه اللي تكون مستهدفه السوق المحلي، ولا بتكلم مثلا على الاستثمار العقاري، لكن انا بتكلم على الاستثمار الصناعي اللي يكون مستهدف التصدير والاسواق الخارجيه، لانه ده اللي هيحل المشكله الرئيسيه اللي موجوده عندنا اللي متوارثه بقى لها 100 سنه اللي مرتبطه بالميزان التجاري وباننا بنستورد اكتر ما بنصدر. نعم. وبالتالي ده لازم يكون هدف رئيسي وصلب الاستراتيجيه الاقتصاديه للحكومه، اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر المستهدف التصدير. نعم. ده اولا. ثانيا وهو العودة بمعدلات التضخم إلى المستوياتها الطبيعية ونصل للمستوى 7% سريعا من المستويات الحالية. صحيح أن معدلات التضخم بدأت تنخفض في آخر 5-6 قراءات وماشية في مسار نزولي، ده أمر جيد، لكن لن يستمر هذا المسار النزولي إلا إذا استمر حالة الانضباط في السياسة المالية للحكومة، وبالتالي الحكومة الجديدة هتبقى مطالبة أن هي تحافظ على الخطوات اللي تم اتخاذها في الأشهر الماضية وتستمر في الانضباط المالي حتى نتمكن من الوصول بمعادلة التضخم إلى المستويات الطبيعية بتاعتها في حدود 7%. الأمر الثالث وهو على مدار من 3 إلى 5 سنوات يتم تخفيض مستويات الدين أو نسبة الدين العام، نسبة الدين الكلي ورقم الدين الخارجي، بحيث أن احنا نصل إلى معدلات مقبولة وما تحملش الموازنة العامة أعباء على المدى المتوسط. نعم. كيف تعول إذن على الأسماء الجديدة والحقائب الوزارية التي تم الإعلان عنها في بعض وسائل الإعلام، وماذا تنتظر من تفكير خارج الصندوق إذا جاز التعبير في هذه المرحلة؟ هو الحقيقة أنا دايما في موضوع التشكيل الحكومي بتعامل مع كل الأخبار المسبقة دي على إن هي يعني اجتهادات صحفية وإعلامية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين، وبنتظر دايما التشكيل الرسمي، الإعلان عن التشكيل الرسمي وحلف اليمين. لكن بشكل عام هو طبعا بكل تأكيد تم بذل الكثير من الجهود في على الأقل تقدير يعني على مدار الشهر الماضي للبحث عن أفضل الأسماء وأفضل تشكيل، وأنا أتمنى بكل تأكيد أتمنى منتهى النجاح للحكومة وأتمنى منتهى التوافق والنجاح للمجموعة الاقتصادية بتشكيلها الجديد، ويكون في شكل من أشكال التعاون والتواصل بكفاءة أكبر ما بين اللي بيخطط مثلا بشكل يعني أكاديمي سواء كانوا موجودين في وزارة التخطيط مثلا أو خلافه، وما بين اللي مسؤولين على التواصل مع مجتمع الأعمال زي هيئة الاستثمار وزي وزارة الاستثمار إن عادت. مهم جدا ان يكون في هذا التفاعل بحيث ان يكون في افضل ادخال لمدخلات الفكريه اللي مرتبطه باحتياجات السوق واحتياجات المجتمع الاعمال في المتطلبات التنفيذ وفي الاجراءات الحكوميه اللي بتتخذ عبر الوزراء. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد انيس الخبير الاقتصادي.